قلت لهم ودونا على اسفلت الحس الدم بتاعه، وريني الدم دي طرف من وديني بنخدي بنخدي غزال ابو ريدة، حودنا على مكان احمد وحب والي، ورفولي الحس الدم بتاعه واجيبه. ادرح كده لا ما بقى يصدق الواحد يعني، ولا طلب حقنه ولا طلب حاجه يشربها ولا طلب حاجه من ام ولا من خال ولا من حد. اي حاجه رايح اجيب علاجي وتحاليل، بس اكون ثلاثه كتفوه بموتوه. حصل ايه؟ ايه السبب ان هم يكتفوه عشان يموتوه؟ ولا اي حاجه، فتح له حته كافتيريا على البحر وعمره تكف عليهم. اذا ظبط المباحث بحمرك اقول لي يا احمد مش عايز مشاكل، روحت معاه اديني اذن لابنه عشان يصرف عليا، مش هتقدر افرش. خد يا اختي روح يا احمد. قال لي يا باشا وهيبقى عندي كاميرات، لو جيت لقيت غلطه حاسبني فيها، والدنيا كلها بتحب، طوب الارض بحب، دول عاملين حته كشك بسده على المزلقان يفوت يعوز عليه. احنا بنبين عليه مش يغلط في حد. خاله اللي شكل عمه قال عيب لما الاولاد يفوتوا، وانا راجل كبير كده ويتقوزوا ويتحمزوا كده. عمهم راح قال لابوهم، ابوه مخلى احمد راح يجيب لي لونسنين والاولاد بتاع مرته بوقفه بكلمه يعني. قال له ما فيش حد يا عم صلاح، صلينا اتنين جايين دي بخبط من هنا دي بخبط من هنا، وابوهم من قلبه. والتلاتة خدوه على اخوانا، مات في ساعتها، مات في ساعتها. لا شرب ولا كل ولا ولا حد ولا عارف حد الشهادة عليه ولا طلب حاجة. الغرب اللي خدوه انا واخواني روحنا لقيناه اتغطى في في النحاس، مش دكتور عرف يعمل له حاجه. الخبطه جت انا نفرت الدم بجد، قلت لهم ودونا على اسفلت الحس الدم بتاعه، وريني الدم دي طرف من وديني بنخدي بنخدي غزال ابو ريدة، حودنا على مكان احمد وحب والي، ورفولي الحس الدم بتاعه واجيبه. وديني على المكان بتاعه، مش راضي نزلني. طب نزلني للظابط ده، والنبي يا ابن اختي نزلني للظابط ده، نزلني للظابط ده بس اقول له كلمه بس، يا مش راضي ابن اختي ينزلني هنا ابدا. مش راضي يجيبني ابدا. المشكله حصلت على انهي طريق؟ ايه المشكله ايه؟ اصلا المشكله ايه؟ ما بقولك غير عشان فاتحه لابني محل هنا بيعمل شاي كافتيريا مشروبات، وهم عاملين حته كشك في طلعتك على المزجان عند البكوسه اللي واقفه دي، هم بياخدوها عشان تروح. فبفوتوا واحد بيجي يقعد عند احمد يشرب مش حاسب، واحمد يقول مش مهم، والتاني دي طلع من 15 سنه من السجن يفوتوا يعملوا كده. اخويا كبير في السن، اخويا مريض في رجل، بقى في ولا احمد برضه عشان عدم يثبت فينا حد، حد يجي له ادب عليه. بدل اخويا دي رايح واخويا دي جايه، يا اخويا دي رايح طول النهار كده عليه، عيال اخويا دول رايحين جايين عليه. يبقى خالوش قال يا خال عاجبك كده؟ قال له مالكش دعوه، سيبك منه. خلى عمهم فايت، قال له ينفع يا ابو رضا؟ عيال اخوك كذا كذا، وانا راجل صغير، انا ما اقف حوالين ابن اختي مش عيبة عشان يشوف حاله. احنا ننبسط لما يبقى هما حلوين، هما متكفت عليهم وشقت عليهم، ابوهم السرافيل عليهم جنيه، فاحنا ننبسط لما يبقى عيال اختنا حلوين. هو نازل يجيب لي عليه وقاعد عشان يجي اكل. الجيران اللي طلعت دي بيت ابويا، دي
بيت اخواتي دي، احنا قاعدين في بيت الشرح ده، مش بينا وبين بعض الشرح. الشيران اللي طلعوا له جابوه، مش راضين يقولوا لي لحين ما نزلوا لي الشارع واحد رابع من اللي مقابلاني وقالت مرت اخويا راح ضربه بارود على قلقتي من كيماتي يا حزينه عمر كيف، وتصوتت في التليفون. خدوني ورحنا على المستشفى، مش حد دخل يشوف احمد، دخلوني نعش وخلاص. اخواتي يمسكوا في ايديه ويقلوا في ايديه ونضرب في بعضنا ويعيط، والدنيا تقومني وتقعدني ومش شفنا احمد. والورق في النيابه للساعه 3، خالو يقوم ويقع ويجيب الورق من النيابه. اخويا الكبير قال لي قومي روح، يبص على راسه تكتب عليها قومي روح هتموت، قومي روح خدها يا بريده روح خالد. اجي ركبوني بقيت ادوخ واقع، راحوا مركبوني محبوال مسكني وراه بريده عبتني وراه، خدوني معاكم زي قال لها مش حيئن. وقعدت في الشارع جعر لما النهار طلع، رد عليا يا اخر حاجه احمد قالها لك ايه؟ ولا قال لي حاجه الا اكلت ياما، قلت لسه مش فيه انسولين. قال لما راح اجيب الانسولين واجيب تحليل بسمه. قلت له خد شريط من بتاع المعده دي، هات لي واحد، مش تجيب العلبه ب 86 جنيه الواحد، بدل هتجيب حاجه مرتك خد شريط واحد 43 جنيه، خد شريط واحد. يا حبيبي يا ابني وانخبط هي الخبطه مش نطقتين، ولا شفت ولا قال اشرب ولا قال لحد اكل ولا نطق نطق من ساعه ما كلمني وهو ماشي مش نطق. ان كان نطقها زي اللي شالوا وشالوا لمه بدمه يعلم ربنا، مش شفته لسه ولا عارفه تليفونه خدوه ولا مين اللي خده ولا هم اللي خدوه من بضربوه ساعه ما خبطوه، مش عارفه تليفون ابني فين ولا حوالوه الناس على اسفلت ليه، كانوا ياخدوا اللي هم انا عايزينه ويسيبوا ابني يجرح عليا وعلى اخوه. ده انا مديون عليه ب 17,000 جنيه في فرش ولسه مش سديت، ده انا صارفه 17,000 جنيه سالفهم غير اللي جبته نقدي لسه مش سديتهم. يا احمد اه يا احمد لو هموت مش هسيب حقك يا لو مش حش لو هشحط من عجامة حلف في الدنيا كلها هوصل صوتي للنايب العام يا احمد تجيب حقك. مش هسكت يا مراب، مش هسكت يا مراب، هجيب حقك. طلبت حق ابني حق احمد، انت اما تشوف احمد تبكي العمر كله عليه، ما تشوف الشباب اللي حوالين احمد تقول ده دي اخوهم مش صاحب احمد رجلت الدنيا كلها فيه.